بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على أرواحنا له الفداء، وعجل الله فرجه الشريف، وصلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المعصومين المكرمين. لعن الله ظالميكم من الأولين والآخرين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الحق مهتضم والدين مخترم، وفيء آل رسول الله مقتسم. يا للرجال أما لله منتصر من الطغاة، أما للدين منتقم. بنو علي رعايا في ديارهم، والأمر تملكه النسوان والخدم. محلؤون فأصفى وردهم وشل عند الورود، وأوفى شربهم لمم. والأرض إلا على ملاكها سعة، والمال إلا على أربابه، والمال إلا على أربابه ديم. لا يطغين بني العباس ملكهم، بنو علي مواليهم وإن رغموا. قام النبي بها يوم الغدير لهم، والله يشهد والأملاك والأمم. هذه ليلة الثالثة من شهر رجب، ليلة تجدد فيها ذكرى يوم شهادة الإمام العاشر سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي المدفون بسامراء، الذي سمه المعتمد العباسي. ولذلك يجب على كل مسلم بل وكل شيعي أن يعرف أئمته، كما أنه يعرف الله سبحانه ويعرف رسول الله. معرفة الإمام جزء من الدين، جزء من أصول الدين. ومن لم يعرف الإمام ضل عن دينه فهو من الضالين. تقرؤون في هذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الجملة الأخيرة من تبهيله: فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الأئمة حجة الله، حجج الله علينا، علينا أن نعرفه. والإمام علي الهادي سلام الله عليه
موضوع حديثنا هذه الليلة هو واحد من الأئمة الاثني عشر الذين فرض الله طاعتهم علينا، ونعتقد أنهم هم أوصياء رسول الله، خلفاء رسول الله، وهم أئمة معصومون منصوبون من الله تعالى بأسمائهم وعناوينهم. الإمام علي الهادي سلام الله عليه ابن الإمام محمد الجواد، واختلفوا في اسم والدته الكريمة، منهم من سماها سمانة، ومنهم من سما أسماء متعددة على كل حال، وكانت هي أم ولد، يعني لم تكن حرة بل كانت مملوكة، اشتراها الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام فولدت له عليا الهادي، وجاءته الإمامة وهو ابن سبع سنوات. أرجو الانتباه، الإمام علي الهادي الذي نجلس في ذكرى هذه الليلة جاءته الإمامة وهو ابن سبع سنوات، يعني كل صفات الإمام من العلم والمعجزات والزهد والتقوى والشجاعة والفضائل، كل الأئمة كل المناقب التي كانت تجتمع في أمير المؤمنين، في الإمام الحسين، في علي بن الحسين، في الإمام الحسن، اجتمعت في الإمام علي الهادي وهو ابن السبع سنوات. سبع سنوات. ولذلك علينا أن نعرف أولا علم الإمام، من أين علم الإمام؟ عادة بقية العلماء الفقهاء أئمة المذاهب الأربعة علومهم أنه دخلوا مدارس بعد، درسوا عند هذا المعلم، عند هذا المعلم، عند هذا المعلم، قرأوا هذا الكتاب، هذا الكتاب، وصلوا إلى درجة من العلم، مثل أبو حنيفة، مثل الشافعي، مثل أحمد بن حنبل وغيرهم وغيرهم. ولكن أئمتنا لا، حسابهم يختلف، علمهم جاء مباشرة من الله، مباشرة من الله، كما علم الأنبياء. يعني مصادر علم الأئمة نفس مصادر علوم الأنبياء. أذكر لكم مثلا على سبيل المثال آيتين بخصوص نبي الله يوسف وبخصوص نبي الله موسى. نبي الله يوسف يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. عرفتوا الآية؟ سمعتوها؟ من الذي أعطى يوسف علما وحكما؟ منه؟ الله تعالى. يعني راح مدرسة، دخل كلية، دخل حوزة علمية؟ لا، الله أعطاه. بالنسبة إلى موسى عليه السلام أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ثم يقول في ذيل الآيتين، آية يوسف وآية موسى، يقول: وكذلك نجزي المحسنين. تسمعني الآية دقيقة؟ ها، شوية اتعمق بها. وكذلك نجزي المحسنين، يعني شنو؟ يعني إعطاء الله العلم والحكم يكون على سبيل الجزاء، مجانا ما يعطي، عبث ما يعطي، على سبيل الجزاء. جزاء لمن؟ للمحسنين، جزاء للمحسنين. وبما أن أئمتنا محسنون قطعا، لا شك بأنهم محسنون، بدليل أنهم أذهب الله عنهم الردة وطهرهم تطهيرا، أئمتنا معصومون، آية التطهير تشهد لهم، أحاديث الرسول تشهد لهم، التاريخ والواقع والعدو والصديق يشهد لهم بأنهم معصومون، وكل معصوم فهو محسن، وإذا صاروا معصومين كذلك نزل محسنين. زين، حدك تقول لي زين موسى كان نبيا، يوسف كان نبيا،
الإمام علي الهادي مو نبي وإنما إمام. أقرأ لك آية أخرى حتى تعرف أن الله تعالى أعطى العلم حتى لغير النبي. تقرون سورة الكهف، قضية موسى لما التقى بالخضر عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. من هذا اللي علمه الله من لدنا علما؟ الخضر عليه السلام. الخضر مو نبي ولا إمام، ولكن علمه الله العلم من لدنه، يعني مو من المكتب ولا من المدرسة ولا من الحوزة ولا من المعلم. علم الله سبحانه وتعالى يعطي. أئمتنا علومهم من الله. الإمام محمد الجواد، الإمام محمد الجواد عمره كان 9 سنوات، استشهد أبوه الإمام الرضا عليه السلام في خراسان، فجاءته الإمامة وجاءه العلم الإلهي. الإمام علي الهادي عليه السلام استشهد والده الإمام الجواد في بغداد، والإمام الهادي بالمدينة المنورة وهو ابن 7 سنوات. بينما هم كذلك، الراوي يقول: فبينما الإمام وهو ابن 7 سنوات جالس عند أهله، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا له: صحيح إنا لله، شنو صار؟ قال: الآن مات والدي. الإمام هو بالمدينة المنورة وأبوه الإمام محمد الجواد في بغداد، سمه المعتصم العباسي. قالوا: من أين علمت؟ قال: دخل في قلبي ذل خاص من الله. يقول هذول اللي قاعدين سمعوا هذا الخبر من الإمام علي الهادي، كل واحد طلع ورقة وقلم، سجلوا التاريخ، سجلوا اليوم والشهر والساعة. بعد 10-12 يوم اجى الخبر انه نعم، في نفس اليوم في نفس الساعة في نفس الشهر كانت وفاة الامام محمد الجواد. الذي قتل الامام الجواد المعتصم العباسي ابن هارون العباسي اخو المأمون العباسي، قال كان يدري ان الامام عنده ولد بعد طفل واسمه علي بن محمد، فكتب رسالة الى والي المدينة، قال: شوف لك فد معلم اسمه فلان ابن فلان الرخجي رخجي، خلي يجيب علي بن محمد عنده بالمدرسة، خلي يعلمه. زين، فبعث الامام حاكم المدينة الى هذا المعلم، قال له: تروح الى بيت محمد الجواد عنده طفل عمره 7 سنين، جيبه عندك دخله بالمدرسة علمه. اهلا وسهلا. فجاء وعلمه. سبحان الله، اول ما بدأ: بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام عليه الصلاة والسلام جعل يقرأ القرآن حفظا من على ظاهر قلبه. المعلم ما له ما حفظ القرآن. الإمام الهادي ابن 7 سنين جعل يقرأ القرآن ويبين تأويله وتفسيره وظاهره وباطنه. المعلم داخل معلم، قال: شنو انتو جايبين طفل عندي حتى انا اعلمه؟ هو الان دا يعلمني. فبعد مدة ارسل حاكم المدينة الى المعلم، قال له: هذا الصبي، شلون هذا الصبي؟ قال: لا تقول صبي، شنو صبي؟ هذا ما يقال عنه صبي. قال: هذا عند علوم الاولين والاخرين. اذا فائمتنا سلام الله عليهم علومهم
ليست مال مكتبة ومدرسة وحوزة علمية، علومهم من الله سبحانه وتعالى. بعدين أنا أسألكم، الله لما يعلم لواحد يعطيه علم ناقص أو كامل؟ ها، كامل بعد زين. الله إذا أعطاه هاي واحدة، ثانيا هاليوم كنت، هاي اليوم أمس كنت أقرأ في أحوال الإمام الهادي، عدة كتب مصادر عندي. الإمام عليه الصلاة والسلام لا يكون إماما إلا وأنه يعرف لغات العالم كله. ومن يقرأ أحوال الإمام الهادي وقبله الإمام الجواد وقبله الرضا وقبله موسى بن جعفر وقبله، هذا كان عنده غلمان، قسم منهم لغتهم لغة صقلابية، صقلابية ما أدري صقلابية وين صايرة أنا ما أدري، الإمام يتكلم وياهم بلغتهم، قسم منهم لغتهم فارسية يتكلم وياهم باللغة الفارسية، قسم منهم لغتهم رومية يتكلم وياهم باللغة الرومية. وين درس هاي اللغات؟ وين درس غير الله علمه؟ ومن عجائب الإمام ومن شروط الإمام أن دعاءه مستجاب، ولذلك جاءت روايات كثيرة وكثيرة، يعني شيخ المجلس رضوان الله عليه حوالي 60 حديث يذكر في معجزات الإمام علي الهادي، في معجزاته وفي استجابة دعائه، استجابة الدعاء. يجي شخص يقول يا ابن رسول الله أريدك تدعو لي، أنا أولاد ما عندي. يدعو له يقول له رزقك الله مالا كثيرا وأولادا كثيرا، ما مر على ذلك إلا ورزقه الله غنى وثروة ورزقه 10 من الأولاد 10 من البنين بدعاء الإمام الهادي. أحد علماء النصارى اسمه يوسف ابن يعقوب، يوسف ابن يعقوب يقول أرسل علي المتوكل العباسي، هو يوسف ابن يعقوب ساكن في بغداد، المتوكل في سامرة، يقول أنا لما أرسل علي المتوكل خفت يقتلني يسجنني يعذبني، فأنا نذرت نذرا قبل ما أدخل على المتوكل أودي 100 دينار ذهب إلى علي بن محمد، يعني علي الهادي سلام الله عليه، مع ما رجل نصراني، ها نصراني نصراني ويعترف بفضيلة الإمام الهادي. يقول ركبت الدابة اجيت من بغداد إلى سامرة، سألت وين علي الهادي؟ قالوا لا تجيب اسمه، ترى اكو عليه رقابة مشددة، امن ومباحث، والخليفة مانع من الركوب، مانع من الطلعة، محجوز محبوس في زين، شلون اوصل اليه؟ قلت قبل ما اروح للمتوكل احضر الدنانير 100 دينار خليتهم في كمي، قلت خلي انا اركب الدابة واشوف الدابة مالتي وين. ركبت الدابة دخلت سامراء وانا سامراء ما شايفها لاول مرة، الدابة دخلت من هالشارع لهذا السوق لهالشارع، وقفت على باب دار، هي من نفسها وقفت على باب دار. سألت قلت للغلامي اسأل هاي الدار المن؟ قالوا هذا دار علي بن محمد. سبحان الله، بهالأثناء خرج غلام أسود قال لي يا يوسف ابن يعقوب. تعجبت، هذا من يعرف اسمي؟ ناداني باسمي، يا يوسف ابن يعقوب هات 100 دينار. طلعت 100 دينار اعطيته اياه، قلت هاي اولا علامة، علامتين، العلامة الاولى جاب اسمي، العلامة الثانية قال وياك 100 دينار، انا ما
ما مخبر أحد على المئة دينار. سلمت المئة دينار، دخل وخرج، قال لي ادخل. دخلت ووقعت عيني على الإمام علي الهادي سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد. قال لي يا يوسف ابن يعقوب، أما أنا لك أن تهتدي؟ يعني هاي المعجزة شفتها معجزتين، المعجزة أو ثلاث معاجز، ثلاث معاجز. المعجزة الأولى، من اللي جاب الدابة مالتك على باب بيتي؟ هاي وحدة. ثانيا، من الذي علمني اسمك؟ هاي معجزة ثالثة. ثالثا، منو أخبرني أنه اتهز معك 100 دينار؟ أما أنا لك أن تهتدي؟ قلت له سيدنا الله يطول عمرك كذا. قال شوف ماكو عود طول عمرك، انت ما راح تسلم، ولكن ابنك راح يصير مسلم وهو من شيعتنا. بعدين لا تخاف من المتوكل، لا روح يمه وما تشوف الا الخير. يقول سلمت الفلوس، رحت الى المتوكل. المتوكل ايضا اعطاني اشياء هدايا وكلفني بتكليفات. يقول هذا من بركات الإمام الهادي سلام الله عليه. أبو هاشم الجعفري، هذا الرجل أدرك الإمام الرضا والإمام الجواد، ها، وأدرك الإمام الهادي والحسن العسكري والإمام المهدي سلام الله عليه، 5 من الأئمة أدركهم وشافهم. شابهم شوف أبو هاشم الجعفري يقول اجيت إلى الإمام سلام الله عليه وقد ضاقت بي الأمور، ما عندي، وضع المال تعبان. يقول شكوت له حالي. الإمام عليه الصلاة والسلام كان بيده فرد عصا وفرد عودة، خط بهذه العودة خط بالأرض، طلع السبيكة ذهب، سبيكة ذهب بها 200 مثقال ذهب، الذهب يلمع مثل الضوء بالليل. قال لي خذ هذا، هاي واحدة من معاجز الإمام. إذن فالإمام كل معجزات، كل علوم. وكان الإمام سلام الله عليه يقوم الليل بالعبادة، يحفظ القرآن، يقرأ القرآن ويدعو الله عز وجل، وأدعيته موجودة. بعدين أريد أسألكم إخواني، أنا أدري في مجلسنا بعض الفضلاء موجودين، زيارة الجامعة، من منكم يعرف زيارة الجامعة؟ حتما أكثركم تزورون زيارة الجامعة. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف، زيارة طويلة. هاي الزيارة تتضمن معاني عالية، مضامين شريفة، وهذه المضامين كلها تدل على علامات الإمام المعصوم على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية. تدرون من الذي علم هاي الزيارة؟ الإمام الهادي عليه السلام. يقول الراوي دخلت على الإمام علي الهادي عليه الصلاة والسلام، قلت له يا ابن رسول الله علمني زيارة، إذا دخلت على أحدكم زيارة جامعة، يعني هاي الزيارة تحتوي على كل مناقب الأئمة المعصومين، فضائلهم، مكارمهم. فعلمه زيارة الجامعة، هاي واحدة. من منكم زار أمير المؤمنين يوم الغدير؟ ها، حتى تعرف ان شاء الله تقرأ زيارة الامير يوم الغدير، موجود في مفاتيح الجنان، موجود في مفاتيح الجنان. هاي الزيارة مروية على الامام علي الهادي سلام الله عليه. هاي الزيارة عظيمها، لو ما تقرأها ما تفهم كم هي عظيمة زيارة.
وأنا أوصيكم اللي عنده كتاب مفاتيح الجنان حتما حتما تقرون زيارة الجامعة وتقرون زيارة الأمير يوم الغدير حتى تعرف عظمة الإمام الهادي سلام الله عليه. الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام لما دعاه المتوكل، الإمام قاعد بالمدينة والمتوكل العباسي هذا الرجل الناصبي المعاند عدو أمير المؤمنين وعدو العلويين وعدو الشيعة، هذا الرجل عنده والي على المدينة، هذا الوالي الخبيث دائما كان يكتب إلى الخليفة يحرض الخليفة على الإمام ويقول هذا تنجمع عنده أموال يشتري أسلحة ويريد القيام بثورة. ولذلك الإمام علي الهادي سلام الله عليه أرسل رسالة إلى المتوكل وشكى إليه هذا الوالي، قال هذا الوالي اللي أنت نصبته على المدينة هذا عدو آل محمد، يكذب علينا، يكذب ويفتري ويتهم ويعادينا ويبغضنا. رسالة الإمام وصلت إلى المتوكل، المتوكل كتب رسالة بكل أدب مع ما هو خبيث، المتوكل خبيث خبيث جدا، لكن في هالقضية صار يتظاهر بالآداب، يكتب إلى الإمام الهادي يقول أنا أعلم أنك صادق وأن هذا الرجل خبيث ولذلك عزلناه عن ولاية المدينة ونصبنا غيره فلان ابن فلان، وأني شائق إلى زيارتكم وجدا جدا أحب أن أراك أنظر إلى وجهك الكريم وأحبك وأنت ابن عمنا وأنا ابن عمك، ورسالة كلها تملق وتزلف. واختار قائد من قواد جيشه اسمه يحيى ابن هرثمة، قال يا يحيى اخذ وياك 300 من الجيش المسلح، روح الى المدينة، روح الى الامام، ما قال امام، الى علي بن محمد، فتش بيته كل حجرة حجرة، فتش شوف اكو سلاح اكو اموال مثلا تدل على نية سيئة، ثم خير علي الهادي أن يأتي إليك ولا تزعجه، خلي يجيب أولاده عائلته أتباعه وأصحابه خليجون عندي إلى سمراء. يحيى بن هرثم يقول أنا خرجت من سمراء ومعي 300 وكانت الدنيا حارة شهر تموز، بالطريق مرينا بصحراء ما بين سامراء الى المدينة صحراء، وكان من ضمن هالثلاثمية اكو قائد من الخوارج، هذا خارجي عدو علي بن ابي طالب، وعندي كاتب هذا شيعي، هذا الشيعي كنا كل ساعة نلاشي نقول له انت رافضي انت ايش انت، هذا الخارجي كان يناقش الشيعي. لما وصلوا للصحراء قال أليس صاحبكم علي بن أبي طالب يقول ما من بقعة من الأرض إلا وتصبح قبرا؟ قال إيه، قال هاي الصحراء إلى مد البصر، شو يسويها قبر؟ كم مليون شقد يموتون حتى هذا الصحراء يتحول إلى قبر مقبرة؟ هذا الشيعي المسكين ما عنده جواب، سكت على مضض. يقول دخلنا المدينة، أهل المدينة استولى عليهم البكاء والحزن، عرفوا الجيش مسلح جايين على الإمام الهادي عليه السلام. يقول أنا حلفت لهم أنا مو مأمور أن أسيء إلى الإمام الهادي شيء، لا أنا جاي إلى أخدم الإمام وأكون في خدمته وصحبته وأكون معه إلى سامراء، والخليفة مشتاق إلى زيارته، موجه له دعوة
الإمام يقول أخذ عندنا مهلة، قال 3 أيام انطوني مهلة حتى أستعد. قلنا له أهلا وسهلا. ثاني يوم دخلنا عليه شفنا جايب خياطين، جايب كم خياط دا يخيطون ملابس، جايب أقمشة صوفية أقمشة شتوية دا يخيطوا له. يقول أنا تعجبت، دنيا صيف شهر تموز، هالأقمشة الصيفية شيت، هالأقمشة الشتوية شيتوا بها. يقول على كل حال صار يوم الحركة يوم السفر جعل يوزع هاي الأقمشة هاي الملابس الشتوية، جعل يوزعها على غلمانه وعلى أهله. قلت هذا ما يعرف السفر. يقول إلى أن تحركنا وصلنا للصحراء، نفس المنطقة نفس المكان اللي جرى مناقشة ما بين هذا الخارجي وهذا الشيعي. يقول وإذا عاصفة ثلجية باردة إجت وأرسلت السماء مطر، ووراء المطر بردا ثلج. هذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أعطاني أيضا، قال يا يحيى بن هرثب أخذ هذا الثوب الشتوي لبسه، وأعطى أيضا قاتل آخر إلى هذا الشيعي. والبرد اشتد في نفس الوقت. يقول 80 واحد من جندي ماتوا. قال لي تعال يا هرثمة انزل وادفن اصحابك، هكذا يملأ الصحاري قبورا. انتبهتوا؟ هكذا يملأ الله سبحانه وتعالى الصحاري والمفازات يملأها قبورا. فعلمت ان هذا علمه من الله. اذن معجزات الامام كثيرة يا اخوان. يقول جئنا بالامام عليه الصلاة والسلام، اجينا دخلنا العراق، اجينا الى بغداد، حاكم بغداد المنصوب من قبل المتوكل يقول التفت الى يحيى بن هرثمة وهو قائد الجيش، قال له دير بالك لا يكون تتكلم فتشي عند الخليفة ضد الامام، والا هذا الامام ابن رسول الله، اذا قتله المتوكل دم برغبتك انت. قلت لا والله انا ما شفت منه الا خير، لا سلاح شفتنا عندنا ولا اموال شفنا عنده، ولا عنده نية في الطريق كله يصلي يعبد الله، رجل زاهد عابد ما له دخل بالسياسة. يقول ايضا وصلنا الى سامراء، وزير او احد قواد المتوكل اسمه اشناس تركي. يقول اشناس التركي قال لي يا يحيى بن هرثمة ترى هذا الرجل من ولد رسول الله، لا يكون تقول للمتوكل خليفة كلمة السبب لي قتله، والا اذا شعر وحده نقصوا منه انا اكون خصمك، وجد رسول الله يكون خصمك. ولكن المتوكل على خبثه وعدائه وحقده ضد آل رسول الله نزل الإمام، تدرون وين نزله؟ نزله في خان اسمه خان الصعاليك. خان الصعاليك، صعاليك جمع الصعلوك، صعلوك يعني هذول الأوباش الحرامية السفلة يريد أن يطفئوا نور الله بأفواههم. الإمام أنزلوه في خان الصعاليك. أحد أصحاب الإمام اسمه صالح بن سعيد، صالح بن سعيد يقول دخلت على الإمام في خان الصعاليك، قلت هؤلاء بنو العباس ما اكتفوا بحقدهم وحسدهم وعداوتهم،
من إطفاء نوركم حتى أنزلوكم في هذا الخان الأشنع؟ يريدون أن يطفئوا أنوار رسول الله؟ يقول الإمام التفت إلي قال لي صالح أنت شو تشوف؟ تشوف هذا الخان؟ ارفع بصرك. يقول شلت بصري رأيت ملائكة مدججين بأسلحة، ورأيت الحورة والجنان والولدان والأشجار في الجنة. قال هذا مقامنا، احنا وين نروح؟ انت ليش تشوف هذا؟ مقامنا عند الله محفوظ. ولكن بعد ذلك المتوكل العباسي اجتمع بالإمام ورد واحترمه وقدم له يعني خدمات ظاهرية. اشترى الإمام دارا. من منكم رايح لسامرة؟ رايح لسامرة؟ صحن الإمام وحرم الإمام دار اشتراها الإمام، دار اشتراها الإمام. وحبيت هاي المناسبة أبينها. شوف هذا مو صحن الحسين عليه السلام، ها؟ صحن العباس، حرم أمير المؤمنين، حرم الكاظمين، حرم الإمام الرضا، هذه كلها وقف أوقاف، يعني اشتروا المؤمنين وأوقفوها وقف. إلا حرم العسكريين مو وقف، ترى هذا ملك، والمالك مالهم موجود الآن، حي يرزق. من المالك ماله؟ الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هذا ملك، هذا مو أوقاف. هذا نعم حرم الإمام، صحن الإمام، هذه كلها اشتراها الإمام علي الهادي عليه السلام، ومن بعده صارت إلى الإمام العسكري، ومن بعده صار إلى مولانا الإمام الحجة سلام الله عليه. فهذا ملك وليس وقفا. هاي المسألة لازم تعرفوها المؤمنين سنة وشيعة. نعم. وعاش الإمام سلام الله عليه في سامراء 20 سنة، دخلها وهو 20، وعاش فيها 20 سنة، وقبض سلام الله عليه وهو 40 أو 42. 22 سنة قضاها في المدينة، 20 سنة قضاها في سامراء، وفي سامراء صارت له معجزات وكرامات من أدعية مستجابة. وكان بين حين وآخر المتوكل العباسي على خبثه. تدرون أن المتوكل، طبعا المتوكل مو قاتل الإمام، قاتل الإمام المعتمد العباسي، ولكن المتوكل كان بين حين وآخر يأمر بإلقاء القبض على الإمام دبة بالسجن، يقضي أيام وشهور إلى فد مرة من المرات 3 سنوات. 3 سنوات الإمام قضى بالسجن. نعم هكذا كان اللعين. والمتوكل هو الذي هدم قبر الحسين عليه السلام في رواية 17 مرة، 17 مرة، حتى أنه أول ما اجى إلى السلطة بعد موت أخيه الواثق، في حياة أخيه الواثق كان عنده جواري رقاصات يرقصن يغنن. بعد ما اجى للسلطة المتوكل بعت ليلة من الليالي إذا هاي كبيرة المغنيات حتى تجي تغني له، حتى تجيب له مغنيات. فقالوا هاي كبيرة المغنيات بالسفر ما موجودة. بعد أيام رجعت من السفر، أرسل إليها المتوكل وكان في شهر شعبان، وقال لها وين كنت قبل أسبوع؟ أرسلت إليك، ما كنت موجودة. قالت كنت في الحج. قال في الحج؟
شهر شعبان. الحج وين؟ شهر شعبان وين؟ قالت كنت في زيارة قبر الحسين عليه السلام. فغضب المتوكل غضبا شديدا واشتد غيظه وقال: هل بلغ الامر بزيارة قبر الحسين ان تسميه الحج؟ قالت: نعم، تعال شوف الزوار، شوف الحجاج رجالا ونساء وشيوخا وشبابا، كيف يتقاطرون على زيارة قبر الحسين. اشتد غيظه فأرسل الجماعة وأمرهم بهدم القبر، بهدم القبة، وهدم الغرفة، وهدم البيوت المجاورة لقبر الحسين عليه السلام. ولكن بعد شهرين الشيعة اجتمعوا مرة ثانية، بنوا القبة وبضعوا عليها قبة أخرى وعادوا إلى الزوار، أيضا هدم القبر ثلاثة أربعة خمس مرات، هو يبني وهم يهدمون، عفوا هو يهدم وهم يبنون، إلى أن شاف لا هذول ما يجوزون، فأمر أن ينبش قبر الحسين. عفوا قبل نبش القبر، قبل نبش القبور أمر أن يسير الماء، فتحوا من نهر الحسينية أو نهر العلقمي، فتحوا فرع، هذا الفرع جابوه صلط، وتدون الآن أرض الحرم أرض منخفضة، الآن أنتم لما تدخلون من الشارع إلى الصحن تصعدون درج، تصعدون أو تنزلون، تنزلون، الماء نزل، نزل، ولما صار الماء على مسافة 25 ذراع من القبر الشريف حار الماء، جعل الماء يدور، فسمي المكان، سمي بالحائر الحسيني. التفتوا؟ وهذه المعجزة. ولما رأى المتوكل أن حتى الماء ما يسري إلى قبر الحسين صمم أن يحول القبر الشريف إلى مزرعة، جاب فلاحين وكل فلاح أعطاهم ثيران ثور سبحان الله، وأمر بأن يحرثوا أرض قبر الحسين. ثور هذا الحيوان الغبي، أنتوا سامعين عندنا مثل بالعراق حتى كل واحد غبي يسمونه ثور، مو شقير؟ هذا الحيوان الغبي كان الفلاح يضربه، يضربه بالعصا، يضربه بالصوت، يرجع لي ورا، يروح يمين، يروح يسار، ما يتوجه، ما يدوس قبر الحسين عليه السلام. شنو هذه؟ ممن هذه؟ مع ان الله يقول ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. شاف لا، لا الماي اللي هو جماد يتوجه، ولا الثور اللي هو حيوان، فطلب من جيشه، جيشه وهو مو شيعة، جيشه مو شيعة، ما بين حنفي وحنبلي ومالكي وشافعي، قالوا ما يجوز لنا نبش قبر الحسين حتى لو لم يكن ابن رسول الله، نبش قبر المسلم حرام على كل المذاهب، لا ابو حنيفة يجوز، لا المالكي، لا الشافعي. نعم، وجد في جيشه قائد يهودي اسمه ابراهيم الديزج، اليهودي يهودي بعد، يهودي بعد ما عنده دين، فأرسل القائد اليهودي إبراهيم الديزج على رأس فرقة من اليهود، أمرهم بنبش القبر. القائد اليهودي إجى إلى كربلاء وأمر عماله اليهود، أمرهم بالنبش وبدأوا بالنبش، فلما وصلوا إلى مقربة من جثمان أبي عبد الله وإذا بصاعقة ضربتهم أحرقتهم كلهم وحولتهم إلى فحم. هو الله خلاه يبقى حتى يخبر الخبيث المتوكل، ولذلك المتوكل هدده قال لا تخبر أحد، ها إذا خبرت أحد أقطع راسك. فإذا كان معاملة، سبحان الله، معاملة متوكل العباسي مع جسد الحسين وقبر الحسين
يستعمل اليهود، ها فشلون يعامل الامام الجهادي؟ زين، لكن انا اريد اسالكم، سمعتم هاي الاخبار في سوريا؟ راحوا هذول المعارضة، راحوا الى قبر الصحابي الجليل، هذا المؤمن الزاهد العابد، هدموا الضريح، هدموا القبر، نبشوا القبر. هذول مو امر من اليهود؟ اليس هؤلاء يهودا او امر من اليهود وهم يدعون الاسلام؟ على كل حال ما اطول عليكم يا اخواني، كان المتوكل العباسي دائما وابدا يحاول الاساءة، اساءة والتعرض ليلة من الليالي بينما هو جالس على مائدة الخمر، كل ليلة كان يشرب 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 حتى يفقد وعيه، يفقد عقله. ليلة من الليالي امر الجند ان يقتحموا يداهموا دار الامام علي الهادي عليه السلام، قال اهجموا عليه وجيبوا لي اياه باي حالة، باي حالة جيبوا. هجموا على دار الامام، القوا القبض على الامام، جابوا الى مجلس المتوكل العباسي. المتوكل لعنه الله لما وقعت عينه على الامام ملك، نعوذ بالله، ملأ كأسا من الخمر قدمها الى الامام. صار بحال الامام، قال والله والله ما خامر لحمي ولا دمي خمر قط، تعبيني. قال اذا لابد لك ان تنشدنا، يعني غنينا، اذا مت ما تشرب غني، لابد ان تغني. قال اني قليل رواية بالشعر، ما اعرف اغني لك. قال لابد بعد هاي ما ترك، ما اتركك. فجعل الامام يقرأ ابيات جده امير المؤمنين عليه السلام، باتوا على قلل الاجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم الى مقابرهم، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صائح من بعد ما دفنوا، اين الاسرة والتيجان والحلل؟ اين الخدود التي كانت، اين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الاستار والكلل؟ فافصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الخدود عليها الدود ينتقل. قد طالما أكلوا فيها وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما جمعوا الأموال واكتنزوا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا. يقول فجعل المتوكل يبكي، سقط الكاس من يده، لموا 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 اغراض الخمور، يلا بعد. مجلس الونس ومجلس الفرح تبدل الى مجلس عزاء وبكاء. ولذلك اكرم الامام عليه الصلاة والسلام، قال اعتذر لك، اسأنا الادب وياك. اجلس الامام قال له يا ابن العام، احنا اسأنا الادب معك، هل من حاجة، هل من كذا؟ فصرفه معززا مكرما. ولكن الخبيث خبيث، يعني ما كان يترك، لانه عنصره يعني تكسر عظمه يطلع كذا بعد، تدري بعد، خبيث خبيث. مرة ركب المتوكل وركب الوزراء وركب الجيش وركب كذا، وامر الامام علي الهادي عليه السلام ان يمشي مشي، هو راكب الامام يمشي وراه. الوزير قال له مو صحيح هذا الكلام، مو صحيح، لانه بعد الناس كلهم يعرفون انك انت تظلم هذا الرجل، وعلي بن محمد عنده شعبيه، عنده محبوبيه، هسه انت تكرهه
لكن جيشك وزرائك عامة الناس يحبون يكادون يعبدوا عباده، مو مصلحة. قال لابد من ذلك. قال إذا لابد من ذلك لعد مو إلي وحده، خلي بني هاشم العباسيين كلهم يمشون وهو واحد منهم، واحد منهم. فركب المتوكل وأمر الهاشميين والعباسيين، هو راكب هم يمشون، دنيا حارة بالشمس والإمام تعب. فلما انتهت الممشات الإمام عليه السلام دخل داره وهو يتصبب عرقا من شدة الحر. الوزير دخل على الإمام قال له يا ابن رسول الله ترى هذا ابن عمك ما عنده قصد الإساءة. قال والله أنا أكرم على الله من فصيل ناقة صالح. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ورا 3 أيام قتل المتوكل. قتلهم شلون قتله؟ شلون قتله؟ هجم عليه جنده وجيشه وهو سكران، اختلط دمه مع الخمور وانتقل إلى لعنة الله. بعد المتوكل اجى ابنه المنتصر. المنتصر كان عاقل يحب أهل البيت، لكن ما عاش بس 6 شهور. بعده اجى المستعين، بعده اجى المعتز، بعده اجى المعتمد. المعتمد ايضا كان خبيثا، خبيث ناصبي ملعون، عدو لآل رسول الله. المعتمد الملعون دس السم الى الامام، والامام بعد هذا السم اشتد به الآلام. واختلفوا في هذا السم كيف اعطى. بعضهم قالوا ان المعتمد العباسي امر بعض وزرائه ان يصنعوا وليمة، يدعو الامام الى الوليمة ووضع السم في طعام الامام، فلما دخل السم في جوف الامام علي الهادي ابتدأت مصارينه وامعاؤه بالتقطع، جعل يتقلب على الارض يمينا وشمالا مقتديا بجده ابي عبد الله الحسين. ولما كان مثل اليوم الثالث من رجب، يا مؤمنين يا زوار الحسين عظم الله اجوركم، بينما هم كذلك واذا بالامام يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ثم غمض عينيه واصبل يديه ومد رجليه وفارقت روحه الدنيا. اين المنادي وامامه وسيداه؟ يا سادتي لمن انعى اسان ولمن ابكي بجفنين من عيني قريحيني، فتضج املاك السماء لموته اليوم. مات الانبياء جميعا. نسألك وندعوك باسمك الاعظم يا الله امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا الله. الهنا بحق مولانا الامام المظلوم، الامام المسموم، الامام العظيم علي الهادي، فك رقابنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم وفقنا وجميع العشاق الى زيارة مرقده الطاهر، هذا المرقد الذي هدمه التكفيريون والوهابيون، والان وضع سامراء، مو وضع، على كل حال مرضي. ادعوا الله وانتم عند جده الحسين ان يجعل الامان لزوار الامام الهادي، لزوار الامام العسكري. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الاخرة شفاعته. الهنا بحق الامام الهادي اشف مرضانا وداوي جرحانا وارحم موتانا، تقبل اعمالنا، اجعل هذا البلد امنا،
اللهم ادفع عنا شر الأشرار وسيئات الكفار، ولا سيما النواصب، ولا سيما تنظيم القاعدة والبعثيين والتكفيريين، رد شرهم إلى صدورهم. قوموا إخواني وأخواتي، ارفعوا أصواتكم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.